البطولة لها رونقها، لها بالعكس السنة هذه الفرق جت وهي يعني مندفعة. البطولة العربية بعد ما شافت النجاح العام يمكن بعض كان يشكك قبل بدايتها، لكن السنة هذه لا، عرف الاتحاد العربي، عرف انه اتحاد نظامي، يطبق اللوائح، يطبق، يقدم المكافآت، فجاءنا بشغف. اعتقد انه كل بطولة لها طعم خاص وميزة خاصة، وكل بطولة سنعمل جاهدين إلى إضافة المزيد. إحنا الآن الحمد لله مشت الأمور بشكل جيد وجيد جدا دورة 32. أعتقد أنه صعب أنك تقارن بطولة ببطولة ما دام المكافآت نفسها كلها فيها أندية كبيرة، أندية جماهيرية، صعب أنك تفضل. الاتحادات الرياضية والروابط متعاونة بشكل كبير وكبير جدا ويشكرون عليها. أكيد في بعض الأحيان يكون بعض الملاحظات علينا أو لنا، هذا شيء طبيعي طبيعة العمل، لكن بشكل عام هي متعاونة وبشكل كبير جدا. من قبل رمضان وهذا دائما أكد عليها، أرسلنا لكل الاتحادات الرياضية توقيت المباريات على أمل تسكينها في برامجها. للأسف أن بعض الاتحادات ما سكنتها، إحنا نعطيهم الآن فترة الشهرين أو 55 يوم بإمكانك تختار الموعد اللي يناسبك، في حال عدم الوصول إلى موعد نجبر بالتواريخ اللي احنا حاطين، لكن